جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ، هل صحيح بأن ماريا القبطية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أم إبراهيم عليه السلام؟ ماريا القبطية سرية للنبي صلى الله عليه وسلم، مملوكة تسرى بها صلى الله عليه وسلم، وليست من زوجاته، وإنما هي سرية، يعني مملوكة وطئها النبي صلى الله عليه وسلم من ملك اليمين، وحملت بإبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو صغير، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.